السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات السادة مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم. يا ترى إيه اللي أنا بركز عليه ده؟ طبعا كلكم هتقولوا ده مسواك، واللي هيقول ده جذوع أشجار إيه ومعرفش إيه. أنا عن نفسي وأنا مزارع وفلاح من أكتر من 55 سنة ما كنتش أعرفه. هل تتخيلوا إن دي جذور نبات العرقسوس الذي يزرع في مصر وتستورد مصر منه ب1.6 مليون دولار سنويا من 6 دول أهمهم باكستان وأوزبكستان وتركيا وغيرها من الدول الأخرى؟ هل تعرفوا أنه مزروع في أراضي مصر وتحديدا في واحد سيوة وإحنا ما نعرفش؟ النهاردة زرت مهرجان التمور اللي معمول في حديقة الحرية بالزمالك، واللي بتنظمه سنويا شركة ميد مارت للتسويق، ففوجئت بيه في شكارة كده مهملة، فبسأل الجماعة بتوع خيمة سيوة عنه فقالوا لي عرقسوس. أهلا يا أحمد. أهلا بك يا دكتور. ممكن بالوجه السيوي الجميل ده اللي خطف لب كل المصورين والمصورات النهاردة تعرفني إيه هو العرقسوس ده؟ لا عاوز الصوت يعلى، كان صوتك ملعلع الوقت. نبات العرقسوس. أيوة. كنبات أخضر، والعرقسوس كشبكة كده في الأرض جذور، يعني دي جذور شجرة العرقسوس. إن العرقسوس كله كان جذور. آه. مش نبات بيطلع عرقسوس من فوق. يعني احنا ما بنستخدمش منه الا الجذور الموجوده تحت الارض. الجذور بس اللي بتستخدم. طب اكتشفتوه ازاي؟ هل هو طلع طبيعي عندكم في سيوه ولا انتوا جبتوه من مكان زرعتوه؟ لا، هو كطبيعه سيوه العرقسوس اساسا كله من سيوه. بعد كده بيتصدر، بيتزرع في اي حته. يعني ما عاوز تقول ان منشأه عندكم سيوه يا احمد؟ لا، انت اسمك احمد ايه؟ احمد علي عبيد من سيوه. احمد علي عبيد. قبيلتك ايه يا احمد؟ اولاد موسى. اولاد موسى. اولاد موسى. اهلا وسهلا. فين في سيوه بالظبط؟ غربيين. 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 اسمها ايه؟ المشاهد لازم يعرف. الغربيين في منطقه اسمها ابو سلمان. طيب انتم بتزرعوه عندكم في اراضيكم كده في مساحات خاصه ولا تحت اشجار معينه؟ تحت الاشجار، ويحتاج ارض رمليه. يحتاج ارض رمليه عشان الجذور تتفرد وتتفاعل مع الارض. غير الارض الطينيه اللي بتكون تقيله وما يعرفش الجذور ما بتتمددش. ما بتبقاش شبكه واسعه يعني. طيب الجذر ده اللي انا شايفه ده عمره كام سنه يا احمد؟ 5 سنين. 5 سنين تحت الارض ده لما سنين. يوصل للمستوى ده 5 سنين. وبينزل عمق تحت الارض لغايه 4 متر و5 متر. يا جذر وتدي. وتدي لا، بشبكه كده سطحيه من فوق. بس الجذر بتاعه بينزل من حلاوه الارض، بينزل لغايه 5 متر تحت. طيب بيحتاج ري، بيحتاج تسميد ولا طبيعي؟ لا، طبيعي. طبيعي. العرقسوس كله طبيعي، ما بيحتاج اي مبيدات ولا اسمده، كله كده طبيعي. يعني اي منتج بيطلع من سيوة كله مواد طبيعيه، من غير كيماويات ولا اي اسمده. لكن انتوا تقصدوا انكم تزرعوه تحت الاشجار علشان تعملوا له اكثار وتطلعوه وتبيعوه؟ نستخدمه كمشروب، ونفس الوقت يكون شكل الارض اخضر من فوق ومن تحت، نفس الوقت منتج عرقسوس يستفاد اي حد يشربه. يعني هو شجره طبيعيه او نبات طبيعي. ارتفاعه بيوصل لقد ايه؟ متر. متر بس، ما بيزيدش عن متر. من 60 سنتي لغايه المتر. بيكون نبات عشبي يعني ولا بيخشب كمان من فوق؟ نبات عشبي كده وخفيف يعني. عشبي وخفيف. طيب دي لما بتجيبها من تحت سطح الارض بتبقى خضراء وبتنشفها انت بره ولا؟ بيطلع على نفس الهيئه. وننشفه عشان يقعد معايا فتره طويله، والمده يعني ما فيش حاجه طبيعيه ولا ينتهي ولا. طب لو انا عاوز ازرع دي هتخضر ولا علشان ازرعها لازم تبقى طالعه طازه؟ دي منشفها. عشان يستخدموها للشرب. الخضره بنطلعها لسه طبيعيه تنفع للزراعه. بتكون لسه فيها عيون تحت تقدر تزرعها وتنبت مره ثانيه على نفس الهيئه. لازم ان يكون فيها عيون. عشان تنبت وتطلع فوق عشان يبدا يفرد معاك. نعم. طيب ازاي احوله المشروب ده يا احمد؟ تعملوه في سيوه ازاي؟ لازم يتغسل. ويتشال ده كقش حمايه للعرقسوس اللي جوه. بعد ما يتغسل اللي هو من جوه اصفر.
يتغسل كويس ويتنظف، بعد كده يتنقع على المية ويتشرب. ما بيتنقع لمدة قد ايه يعني؟ 3 أيام. 3 أيام منقوع في المية؟ 3 أيام عشان يطلع الفايدة اللي فيها الغرور. طب ممكن استخدمه تاني؟ احنا عندنا العرقسوس اللي بيبقى زي الشعر ده بننقعه، ممكن نستخدمه مرة واثنين وثلاثة؟ هيستخدم لغاية ست مرات. ست مرات ويطلع؟ ده طبيعي. التاني بيكون تسميد وبيكون خفيف. طب بيطلع نفس اللون الغامق بتاع العرقسوس، لون العسل الاسود ده، ولا بيكون ابيض؟ لا ابيض. 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 وفي نفس الوقت في اول استخدام لازم العبوه تكون كامله. بعد كده تبدا تنقص في العبوه عشان الفايده بتاعته بتقل كده بنسب خفيفه. يعني انا لو حطيت الحتتين اللي في ايدك دول مثلا في ازازه ميه لازم تكون مليانه واقفلها 3 ايام؟ مليانه لا، لو علشان تشربه او استخدام كمشروب تقيل 3 ايام. 3 ايام. لو تشربه كيوم لازم تزود ايه؟ عقله كمان. يبقوا 3 عقلات. تشربه في نفس الوقت عشان يكون معاك. طب لو انا عاوز اخليه الاسود، لان لون العرقسوس عند المصريين اللي بنشتريه من الشوارع لازم يبقى لونه زي العسل الاسود، اضيف له ايه عشان يسود؟ كعرقسوس يتشرب طبيعي من غير اي مواد ولا اي حاجه يتخلطوا عليها عشان يكون اسود. يفضل كده يعني؟ يفضل كده. بتبيعوا الكيلو بكام هنا يا احمد؟ احنا عاملين هنا تخفيض. لو كيلو بيتباع ب60 و70، هنا بنبيعه ب30 عشان موسم رمضان ومهرجان التمور. ومهرجان التمور لازم يكون اقل اسعار هنا في خيمه سيبو. طب انتوا بعتوا منه كميه كبيره والمصريين عرفوه لما بقيتوا تحكوا للناس عرفوه يعني؟ بالكميات المنتج اللي بيجي من سيبو كله بيكون محجوز هنا مهرجان التمور. فالناس بتشتري منكم على الثقه على انه من سيوه، كل من شيء سيوة. من سيوه طبيعي. احنا بنجيبه مش كياس ولا تعبئه، بنجيبه الشغل طبيعي كده، بنجيبه حاجه طبيعيه عشان اللي هيجي الزبون يلاقي حاجه طبيعيه، اللي ما بياخدش حاجه متصنعه. انا بشكرك يا احمد، وانا بوعدك من قناه الارض ان احنا نجربه ونعمله على الاسوس ونعبيه في ازايز ونعمل عنه فيديو تاني علشان ننشر ثقافه استخدام الاسوس المصري المزروع في مصر، علشان على الأقل نمنع استيراد 1.6 مليون دولار سنويا، لأنه المصريين بيفضلوا العرقسوس وتحديدا في شهر رمضان. وزي ما انتم عارفين طبعا الفوائد الجمة للعرقسوس، ده صيدلية متكاملة ولا يتسع هذا الفيديو لذكرها، فممكن تشوفوها موجودة على الانترنت، لكن أكثر من 30 فايدة طبية ومعظمها طبعا للجهاز البولي وإضرار البول وعلاج المثانة و حتى تظبيط ضغط الدم واشياء كتير جدا. اشكرك يا احمد، واشكر السادة المشاهدين في قناة الارض، ونوعدكم بفيديوهات صحية دائما على خير. كان معكم محمود البرغوثي، وكل عام وانتم بخير.